الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. صورة خطفت الترند وأصبحت حديث وكلام الناس من امبارح ولحد النهاردة، صورة أبو الهول وهو مغمض عينيه، والموضوع ده بقى شاغل بال كل الناس، والسؤال اللي بيتردد: يا ترى أبو الهول نام فعلا والموضوع ده بجد ولا مجرد هزار أو فوتوشوب؟ ويا ترى إيه موقف وزارة الآثار من الموضوع ده ورد فعل الناس والمشاهير عليه؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها معاكم في تغطيتنا، فتابعونا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأبو الهول وهو نايم بشكل كبير وغير مسبوق، خاصة وإن الصورة دي انتشرت في توقيت مهم جدا وهو صعود النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا. ورغم إن الخبر ده وغيره كانت هي الأخبار اللي ممكن تبقى ترند لمدة يومين أو ثلاثة، لكن بسرعة البرق انتشرت الصورة بتاعة أبو الهول وبقى كل الناس بتسأل، وفجأة معظم الناس صدقت فعلا إن أبو الهول غمض عينيه. وتسبب الموضوع ده في حالة رعب وزعر بين الناس، خصوصا إن في كلام كتير اتنشر بيقول إن معنى اللي حصل ده ان في امر كبير هيحصل زي حرب نووية او فيضانات، لكن وزارة السياحة طلعت ونفت الاخبار دي واكدت ان الصورة تم فبركتها واستخدامها عشان توصل للناس بالشكل ده. وتفاعل عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين شخصيات عامة وفنانين ونجوم مع الصورة، اللي تسببت في حالة من السخرية احيانا وحالة من الخوف احيانا اخرى، لدرجة ان بعض الناس صدقوا انها حقيقية والبعض التاني اخذ الموضوع بهزار، زي تعليق باسم منتصر عبده وقال فيه: يعني هو بقاله 7000 سنة مفتح ومفنجل، ويوم ما يغفل شوية تعملوا له حوار، عالم غريبة. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار إن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب واضح جدا، وكل اللي بيتقال في الموضوع ده مجرد كلام ملوش أي أساس من الصحة. ومن ناحية تانية قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات إن الصور دي لا أساس لها من الصحة ومجرد تخاريف وخزعبلات ومجرد شائعات، وقال كمان إن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه من آلاف السنين ولم يتأثر بأي شيء. وأكد الخبير الأثري إن في كتير من الأساطير ارتبط ذكرها بالفراعنة، زي لعنة الفراعنة والزئبق الأحمر وكمان حلم أبو الهول وغيرها من التخاريف. وعلى نفس السياق قال أحد خبراء الآثار على مواقع التواصل الاجتماعي إن أبو الهول ولا نام ولا قام، وإن كل ما تم تداوله عن تمثال أبو الهول عاري تماما من الصحة ومجرد شائعات بتشعل الرأي العام. وأكد إن الصور المنشورة فوتوشوب لعمل بلبلة مش أكتر، والناس في الوقت الحالي بتقدر تميز ما بين الحقيقي والمزيف، وكل اللي عايز يعمل أمر ما بيتحدث عن الحضارة المصرية عشان عارف إن العالم كله بيهتم بكل تفاصيلها. وبعد التأكيدات دي لوزارة الآثار والخبراء اتأكدنا إن الموضوع مش حقيقي وإنها مش نهاية العالم ولا حاجة، ولا الكون بيستعد لحصول حاجة كبيرة زي ما بيتقال، وكل ما في الموضوع إنها صورة مزيفة لأبو الهول اتصور بزاوية عكس الشمس وبكاميرا ضعيفة ما وضحتش ملامحه، وده خلى الصورة توصل لنا بالشكل ده وتوصل لنا كده. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.